قصدي شي مشكلة غير إنها وحدة خبيثة. أخي شو بك؟ حكيت عن ريا بشو عم تفكر؟ شو المشكلة أخي؟ كل شي منيح، هي منيحة. طيب ما دام إنه هي منيحة ليش اتصلت فيك لحتى تساعدها؟ لأنه أنا سبب التوتر يلي هي فيه، هي بهالمشكلة بسببي أنا. اللي بشوف ردة فعلك هي بيعرف إنه في مشكلة كبيرة. إذا شي حدا قال اسمي هنيك بالمصحة العقلي أهان رح يعرف كل شي مخبى، وهالشي ما لازم يصير. ليش ما عم يردوه؟ ألو مرحبا صديق. صديق ليكي تليفونك وقع بالمي، ما فيكي تنتبهي أكتر. لا لا المي سخنة رح تحرقي إيديكي. لا 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 ستي كنتي عم تقولي ركبك عم توجعك، ففكرت اعمل لك مساج تعودت اسوي لها لخالتي. خليني اعمل لك اياه، تعالي يلا هاتي رجلك. بعدي روحي وساعدي خالتك، ساعديها بوجعها وما تلحقيني. انا لازم روح. ما رح خليكي تروحي، رح لهيكي لبين ما يقدر اهان يوصل على المصح العقلي. احكي مع مديرك، بدي أعرف شو القصة. خير أستاذ. ما بتفهم؟ اتصل بمديرك. يلا رح أحكي معه. دكتور رجاء أنت عارف شوي وبيجي. دكتور هدول من أول ما إجوا عم يعيطوا. شو عم بيصير؟ أنت اللي رح تقلي شو عم بيصير. يا أستاذ في مصاري عم تتحول لمشفاك من حساب شركتي كل شهر وبدون أي معلومات وبدون علمي حتى. هلأ بدي تخبرني كيف. روق يا سيد، نحن هون بمشفى محترم ونحن ما بنعمل هيك شغلات أبدا. معناتها كيف عم بيصير هيك؟ أخي ما دام ما في احتيال ورجين حساباتك حتى نشوف إذا عم تاخذوا شيء ولا لا. بس أنا عن جد يا ابني ما بعرف عن أي مصاري عم تحكوا أنتوا اثنين. أنا عم أحكي عن هدول. شوف شوف هدول المصاري عم تتحول كل شهر. هاي مشفاك مو هيك؟ شو؟ حابب تخبرني بكل شيء ولا هلأ رح أتصل بالشرطة؟ ما رح تروحي، إذا أهان عرف وقتها رح ينزعج مني كتير كتير. لك خليني أعمل لك مساج. بعدي عم قلك خليني بس هيك كتير. ها شو ما حاولتي تعملي أهان رح يعرف إنه أنت اللي عم تبعتي المصاري لهنيك على المصح العقلي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.